بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، السلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن على بركة الله تعالى وتوفيقه، الانطلاقة تبدأ مع ثاني أشواط سباقي هذا اليوم، وهو الشوط الأول للجدعان القعدان. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، لننقل لحضراتكم هذه الفعاليات وهذه المنافسة للأخوة الذين يتواجدون على أرضية ميدان الشهيد الشيخ فهد الأحمد الصباح رحمه الله وطيب الله ثراه. هذه الانطلاقة تبدأ، وهذه المنافسة المشرفة الذي يشارك فيها الأخوة الذين يشاركوا بهذه الانطلاقة المتميزة. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في طريقنا مع صاحب المركز الأول ومع المراكز الأولى، هنالك الانطلاقة مع صاحب المركز الأول، وأرى الذي يتسلل ويتصدر هذه القائمة منصور، تعود ملكيته لفهد بن بدر بالله في العتيبي، يقود هذا الشوط وانطلاقته إلى المركز الأول، يلي مباشرة في المركز الثاني المتحد الحسين بن مانع بودواز العجمي في ثاني المراكز، ويحتل المركز الثاني. نقلتنا إلى المركز الثالث، وهنالك أيضا قاصد، أو قاصد تعود ملكيته لربيح بن فراج لطيب العجمي محمد بن حسين، يقوم بعناية التضمير بهذا الشوط. المركز الرابع، الله الله الله، شعار مشعان بن محمد العتيبي ودسمان يحتل المركز الرابع. هنالك خامس المراكز، وهنالك السنافي بالفعل لمسفر بن مبخوت العجمي في خامس المراكز، وأيضا هنالك المرشحين الذين يشاركون بهذا الشوط. المركز السادس، وأرى أيضا شاهين لغنيم العنقودي الضفيري في خامس المراكز. ننتقل وإياكم إلى المركز السابع، إلى سابع المراكز وحام رقم 9، هنالك أيضا عز الجيش لهزاع بن عيد الشمري، أيضا من المشاركين الأقوياء بهذا الشوط. هنالك أيضا المنافسة، هنالك على المركز الثامن هنالك حام رقم 20، ولكن أرى حام رقم 10 الفاتن لعايد بن مناور الضفيري ناصر بن مطر الفضلي، يقوم بعناية التضمير. والمنافسة حقيقة على المراكز، والمنافسة على المراكز الأولى. هنالك حام رقم 18 أرى ذيبان وتعود ملكيته لسعود بن طينان الهاجري في عاشر المراكز. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، أعددنا لحضراتكم العشر المراكز الأولى بالوفاء والتمام. متابعي قناة الثالثة الرياضية، هنالك المنافسة بالانطلاقة مع المراكز الأولى، ومنصور لحد الآن هو المنتصر بهذه اللحظات، ومسيطر على المركز الأول، ويسير إلى المراكز الأولى. لكن قاصد له على شو ما ندري والله، شو مخبي محمد بن حسين لطيب العجمي على ظهر قاصد لربيح بن فراج لطيب العجمي اللي يحتل المركز الثاني من المركز الثالث إلى أن وصل إلى المركز الثاني. بالفعل يبدو المنافسة قوية بهذا الشوط. يلي مباشرة في المركز الثالث هنالك أيضا المتحد لحسين بن مانع بودواس العجمي في ثالث المراكز، وانتقلته إلى المركز الثالث. والثلاث المراكز الأولى التي تتنافس في هذا الشوط. ويا سلام، هنالك المركز الرابع، ننتظر وياكم قليلا لناخذ صاحب المركز الرابع. يبدو هنالك دسمان لبشعان بن محمد العتيبي اللي يحتل المركز الرابع. خامس المراكز، يتسلل السنافي لمسفر بن مبخوت العجمي، لكن ارى هنالك الفاتن، والفاتن بيفتن بهذا الشوط.
ولكن تعود ملكيته لعايد مناور الظفيري ناصر بن مطر الفضلي، يقوم بعناية التضمير بهذه المنافسة القوية، ونلحق نلحق في المراكز الأولى. المراكز الأولى بدأ العد التنازلي، العد التنازلي بدأ بهذه اللحظات إلى المراكز الأولى، ومع صاحب المركز الأول، مع صاحب المركز الأول قاصد يتسلل إلى موقع، إلى موقع وين؟ إلى موقع الصدارة. بهذه اللحظات قاصد لربيع بن فراج الوطيب العجمي يحتل المركز الأول، لكن يلي مباشرة منصور لفهد بن بدر باللافي الاعتيبي. يا سلام يا سلام، هذه المنافسة، هذه المنافسة القوية بهذه اللحظات. ومحمد بن حسين لوطيب العجمي هو أيضا من المتابعين أو من يقوم بعناية التضمير بهذه اللحظات. بالفعل قاصد يعلن إلى الصدارة ويعلن إلى المنافسة. 1200 متر هي التي ما تتبقى عن نهاية هذا الشوط، ولا زال قاصد لعلى شو يا رجل، قاصد لعلى شو يا محمد يا ابن حسين. هنالك قاصد لربيح بن فراج الوطيب العجمي، لكن والله المنافسين بدأوا عز الجيش والفاتن عايد مناور الظفيري ناصر بن مطر الفضلي، ولكن قاصد لربيح بن فراج الوطيب العجمي يحتل المركز الأول لحد الآن. لكن الله يا سلام، بانت المنافسة يا سلام. بالفعل الفاتن يفتن بهذا الشوط. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، متابعي قناة الثالثة الرياضية، هنالك الفاتن يعلن المنافسة ويعلن الفوز بهذه اللحظات. تهانينا لعايد بن مناور الظفيري والمضمر ناصر بن مطر الفضلي على فوز الفاتن بهذه اللحظات. تهانينا وألف مبروك لحظات الوصول إلى خط النهاية إعلانا للفوز والناموس بهذه اللحظات. إذن هذه لحظات وصول الفاتن إلى خط النهاية. تهانينا لعايد مناور الظفيري على فوز الفاتن في المركز الأول. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني قاصد لربيع بن فراج الوطيب العجمي، يعني مباشرة في المركز الثالث السنافي المسفر مبخوت العجمي، المركز الرابع الهزاع عيد الشمري، المركز الخامس بانتظار صاحب المركز الخامس لمشعان محمد العتيبي، والمركز السادس لسعود بن طينان الهاجري والسيد أيضا حسين مانع الدواس، وهنالك أيضا حمل رقم 16 اللي هو الزعفران الخميس من شبيب العجمي. إذا مشاهدينا ومستمعينا الكرام، تهانينا وألف مبروك لعايد مناور الظفيري على فوز الفاتن في المركز الأول. تهانينا وألف مبروك، استودعكم الله بالشوط القادم. ونجدد التهنئة للسيد عايد مناور.